إلى أن قال وجاب دليل إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل عالج له مشكلته سأله قال لا أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب حديث أبي هريرة الصحيح في البخاري كويس إلى أن قال فالإخوان الذين يدعون في المملكة لا يركزون على التوحيد لأنه والحمد لله الأمر واضح عند العامة إلى أن قال آخر الفتوى قال ولو كنا في بلد انتبه لي ولو كنا في بلد يعظمون القبور ويحلفون بغير الله وينظرون للأموات وما أشبه ذلك فهذا يجب أن نبدأهم بهذا قبل كل شيء قبل كل شيء وأن نركز عليه نقطة انتهت الفتوى ابن عثيمين لو كان في زي بلدك دي قال لك ها قال لك أن ببدأهم بهذا واجب كمان أبدأ بهذا وأركز عليه أي مرضان بيستدل بموقف ابن عثيمين في السعودية شان ينزلوا على واقعه في السودان ده يدل على إنه مرضان ستين مرضان ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وراك الدعوة انت قال الدعوة بمزاجك أنا أختار التدريس وأنا أختار الفقه وأنا أختار علم الحق وعلى كيفك انت قايلة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن داعية والحديث ده مرشد بالنسبة للداعية قال اي مزاجات يقول لك انا اخترت التدريس تخيل اخترت التدريس من بدري ده انا اقعد في البيت في غيب بس وعلى كيفك والله اديك كده النبي عليه الصلاه والسلام قال فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله اول حاجه دي الى ان يوحدوا الله ستين مطيه الحلبي العرعور ما تعرف حلبي عرعور انا بعرف لك عرعور هنا من ذاته يا أخي نحن قاعدين نرد على ذيل حلبي وعرعور وغيره من الحزبين بفضل الله عز وجل أخواننا قاعد يردوا عليهم كويس لكن الرد بقدره ونحن بنعرف مشكلة بلدنا شنو ولا أظن داعية سلفي عمره في السلفية ستة يوم يقول لك مشكلة البلد دي يقول لك مشكلة البلد دي ها في مشكلة أكبر من التوحيد في أخواننا واحد يرفع أصبعه في الناس اللي قاعدين دكت في مشكلة أكبر من التوحيد ها يعني الخلل في التوحيد في مشكلة أكبر من دي ما في أخ دي أكبر مشكلة أنت دا تقول لي لا أنا اخترت أدرس ستين مطوية كل يوم طالعة مطوية جديدة وين المسائل الحزبية وين هو هذه الحزبيات وين هذه الحزبية والحلبي يا زول التوحيد وين أول ما تسأله في التوحيد يقول لك يعني أنا إلا أنشر لكم في اليوتيوب وطيب ديك ما قاعد تنشرها في ذا سألك ما بتكتب في سحابة سألك منه ما بتنشر طيب لك ورقات بتوزعين لاخواننا امسكوا ده وزعوه وهكذا وزعوه على البنات ودي وزعوه التوحيد ده ما توزعه وزع التوحيد لكن انت مرضان والحمد لله ربنا كشفك لنا بدري بدري ربنا كشفك لنا تمام عشان تعرف قدرك وتعرف قيمتك نحن في البلد دي بنعرف زول بيعالج مشكله البلد نحن ما مش بنلزم الزول اللي يتكلم في فلان لما كده لانه الليله لو بنلزمك ممكن نلزمك نقول لك لو ما بتتكلم في الشيعه نحن عندنا معك مشكله ما الشيعه ده مش باطل مش باطل الشيعه اكبر باطل افظع من الصوفيه لكن هل الليله احنا بنمتحن زول بالكلام في الشيعه الشيعه ما عندهم حاجه في البلد دي تاثير ضعيف جدا كويس احنا بنمتحنك هنا بالكلام في الصوفيه ده اساس الدعوه ودي مشكلة البلد دي بعدين انت لو داير ميزان تقول لي ارجع للعلماء الواقع العايش انت في السودان ده واقع الشيخ محمد بن عبد الوهاب زمان واقع الشيخ محمد عبد الوهاب مش واقع الان علمان الفضلاء الكبار الموجودين الليلة كالشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكده واقعهم ما زي واقعك فهمت واقعك انت واقع محمد بن عبد الوهاب واقع الشيخ مقبل واقع العلماء زي محمد حامد الفقي غيره من العلماء اللي ألفوا وكتبوا وحاضروا وناظروا وناقشوا في موضوع التوحيد وركزوا عليه في الأول لكن يغشك يقول أنا والله بحتار في أخواننا اللي تربوا على كتب التوحيد وبتخدعوا بمسائل زي دي عموما نحن لسه الكتب دي ما فتحنا منها شيء إلا حاجات بسيطة نواصل إن شاء الله بعد الصلاة